أشياء 35 تفرح الصحراء والأرض النشفة وتزقطت الصحراء وتزهر زي النرجس تزهر إزهار وتزقطت زقطتها وترنم يتزق ليها مجد الابنين وبهت كرمل وشارون هم يشوفوا مجد الرب وبهت إلهنا جمدوا الإيدين المرخية والركب المروشة ثبتوها قولوا للي قلوبهم بتخاف اجمدوا ما تخافوش اهو الهكو الانتقام يجي جزا الله هو يجي وينقذكو وقتها تفتح عينين العميان وودان الطرش تتفتح وقتها ينط الاعرج زي الغزال ويترنم لسان الاخرس لان في الصحراء انفجرت مية وانهار في الصحراء ويبقى السراب برك مية والارض المتعطشة ينبيع مية في مكان ما بتسكن الذئبة في مكان ما تريح دار للقصب والبرد وتبقى هناك سكة وطريق يتقلوا الطريق المقدس ما يعديش فيه نجس لكن هو ليهم اللي يعدي في الطريق ده حتى الجهلة ما يتهوش ما يبقاش هناك فيه أسد وحش مفترس ما يطلعش ليه ما يتلقاش هناك لكن يمشي المبديين فيه والمبديين بتوع الرب يرجعوا ييجوا لصهيون بترنيم وفرح ملوش نهاية على رأسهم زقطة وفرح يحصلوهم ويهرب الحزن والتنهيد.